جينا على قضاء كسروان وتحديداً بمنطقة غزير لنتعرف على بروجكت جديد under construction تحت اسم Azure 3020. كتار من طلباتكم عم بتكون لشقق جديدة بمساحات صغيرة، منطقة رايقة، منظر وأكيد سعر مقبول. اليوم طلبكم حتلاقوه ببروجكت Azure 3020، شقق بمساحات بتبلش ب 160 متر مربع بسعر متر ببلش ب 1700 دولار. بروجكت Azure 3020 بيوقع بمنطقة غزير على الجهة البحرية وبيبعد 3 دقايق عن الأوتوستراد العام. 4 بنايات سكنية حد بعضهم، 30 شقة available للبيع وكلهم بيطلوا على منظر خليج جونين. مثل ما ذكرنا مساحات الشقق بتبلش من ال 160 متر مربع لل 300 متر مربع، مقسمين لثلاث غرف نوم وحده ماستر. من جوا المواصفات عم تتضمن بلاط رخام بالارض، خشب سنديين بالبواب، بروفيجن لاير كونديشن يونتس وسولر باور، واكيد تدفئه على المازوت، والمطبخ بيتسلم حسب طلب الزبون. بروجكت Azure 3020 under construction وبيتسلم بصيف 2015. بيتميز هالمشروع بجيتد كوميونيتي 24/7 سيكيورتي. بتتميز كل شقه بمنظر صوب البحر وكل شقه لها 2 باركينج اندر جراوند مع ستورج روم، والاسعار بتبلش ب 1700 دولار بالمتر. بيادة 3940 بروجكت under construction بمنطقة البيادة، strategic location بيبعد دقيقة عن الطريق العام. High end finishing بكل البروجكت، exterior ملبس حجر مع glass facade و freestanding rails. أما interior المشروع كل الكيتشنز وسانيتري equipment بمواصفات أوروبية عالية، 2 underground floors للباركينج وسيرفيسز، مع 2 باركينج لكل شقة بالإضافة لكاف 20 متر مربع، ووتر تانك 12000 لتر. افيلبل ابارتمنتس بمساحه 215 و268 متر مربع، وجراوند فلور 434 متر مربع تابع له 90 متر مربع جاردن. بيادة 3940 بروجكت ببرايم لوكيشن مع فيو صوب الجبل ما بيتسكر عليه. ديليفري ديت جون 2016. ببروبرتي وورز اليوم منعرفكن على فيلا فخمة 2700 متر مربع ببكفية، بعيدة دقايق عن الطريق العام بشارع سكني برايفت كله فيلال، وعندها فيو صوب البحر والجبل. بتتميز بأوتدور سبيس واسع مع سويمينج بول، لاندسكيب ديزاين وسبورتس كورت. 2700 متر مربع مقسمين لخمس طوابق بالإضافة لروف، واحد منهم underground parking، أما آخر طابق منفصل ومستقل عنده private entrance. main floor بيتضمن صالونات وديننج روم مع كيتشن على شكل open space، وطابق مخصص للentertainment. 6 master bedrooms مع تشمني بكل غرفة. top quality Italian kitchens مع Korean countertops، gypsum board مع lighting design بالسقف، و باركي ماسيف و ماربل 90x90 بالأرض. 2 main entrance مع automatic gates و sensors. فيلا ببكفية 2700 متر مربع بتتميز بلكجري عالية، فيو صوب الجبل والبحر من أي نقطة بالفيلا. حالياً بمراحل الفينيشينج والسعر 6 مليون دولار.